يابا اجانا تعليق يقول اتحداك تسوي باطرش. التحدي مقبول وباطرش لفظها اصعب ما نسويها. هي اكله حمويه راح نسويها هسه. لبن عندنا راح نحط فوقها شويه هوايه راشي. يلا حاد نزلي صدق ردنا ايد واحده ما تصفق. شويه هوايه ثوم تحبون هوايه حطوا بعد شويه كمون ليمون. اذا لبن مالتكم حامض فتحطون ليمون ربع طن ملح. نخلطها نخلي صوص على صفحه. انا عندنا باذنجان راح نحطه على الجريل ونشويه. لازم ينشوي كلش زين ويدخن. وهنا هم عندنا طماطه هم راح نخليها على المنقله بحيث نشويها كلش زين وتصير سموكي. لازم يصيرون كلش سوفت. هسه راح نشيلهم ونخليهم هنا. الله باع اللون. طماطه هم راح نشيلها خلصنا. هسه راح نغلفهم. غلف لي اياهم نور حتى شوي يتبخرون يصيرون سهل بالتقشير. راح نخليها بصفحه. نفس الشيء الطماطه نغلفها همين. خمس دقائق. تعال ابراهيم افتح لي هذول شيل من عندهم السواد قشرهم وقطع لي اياهم ناعم. هسه راح نقطعهم. شوف هيك خلص لي اياهم بطل. خلص وحطهم هنا. طاوله راح نحط بيها ربع طن زيت. طماطم مالتنا راح نحطها بالدهن. شويه معجون حط ويا الطماطه. وات يلا ما حد شاف. هنا عندنا لحم مثروم او اي لحم عندكم حطوه بالطاوه. صوص اللحم مالتنا صار جاهز. باذنجان مالتنا هسه قشر لي اياه. باع قصها لهذه قصها من هنا. لا قصها هيك. ايوه بعدين اشرح شرحه بس اقشطها. ايوه شوف اذا فيها حب كثير هذا شيل الحب هذا ما اريده. الباذنجان كله يتقشر ويتقطع ويحط بصفحه. يلا بريان فضنا عاد نخلص. عافيه 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 عافيه. الصوص اللي سويناه مال اللبن صوص اللبن اللي صوص اللبن اللي سويناه هسه احط لي اياه فوقها. حطها هنا نخلطها كل زين. هذا الاساس مال الباطرش. ذوق لي اياها بس شوف الملح مالتها. نطلع فاطر ولا؟ لا انت تطلع فاطر انت ردي فاطر. عشان تسولفون هنا نصور والله. نعتبر اسفين. احط من هذا هيك دائره. اوكي؟ يلا. بس. سوي اياها سيركل. جيب الصوص الحمراء بالنص. شوية عندنا لوز. فرقع لها شوية. شوية رمان. تشايفز. باطرش صار جاهز بالعافية. يلا راح نجرب بسم الله. This one called باطرش. That's a big one. It's nice. Very good. يلا بينا. شو اسمها هاي الأكلة؟ بس بابا غنوش. بابا غنوش. باطرش. أيوة. يا أخي والله احنا جعنا. شوف هاي. يابا. يقول لي شوف هاي. بالعافية. يلا عيني. باي باي. أمور. يلا جميل. يلا everyone come try. Thank you guys.